الثقافه ديال الارهاب الالكتروني هي تحدي امني ليس للمملكه المغربيه حسب بل لجميع الدول عبر العالم، لان التحدي الكبير هو الارهاب الالكتروني هو استعمال سيء للانترنت. والحمايه كتكون كتنطلق من جميع المؤسسات بما فيها مؤسسه الاسره وكيبقى الدور الكبير اللي كتلعبوا الاجهزه الامنيه، يعني كتواكب نفسها كتواكب هاد المعطى هذا ديال كتحمي حتى على المستوى ديال المؤسسات دابا كاين التربيه وكاين يعني ندوات وكاين هناك يعني عمل كبير وقام في هذا الباب. اما فيما يخص على ان هناك خلاف كبير فيما يخص المملكه المغرب والجزائر، فالخلاف قائم امنيا او غير امنيا، ليس هناك اي تعاون بصفه تامه ما بين المملكه المغربيه وما بين الجاره الجزائر. هذا شيء وكان نرجعوا للسرعه ديال التطرف السريع شهر ونصف. هذه مساله يعني تدخل في اطار الاعداد مثلا على شاكله الارهاب الفردي وتاع شاكله مثلا الانسان. يمكن شيء غادي حنايا اننا نرصدوا انا شخصيا عندك ولدك يعني معاك في لاشومبر يومين ثلاث ايام كيكومينيكي مع عنده اتصال احد القياديين في الساحل، دخل ديك المواقع الجهاديه ثلاث ايام ما كيبقاش هو هذاك، كيهز موس كيشري موس ما كتشوفوا شيء. دابا الارهاب دابا ولا بسيط التكلفه وكيمشي كينفذ واحد العمل سواء بقتل الشرطي سواء بقتل احد الاشخاص اللي ما كيصلي شيء بعد التكفير ديالو. هذا كيشكل واحد التحدي امني كبير بالنسبه للمستوى الاسري على المستوى حتى الامني. وهناك اجراءات كبيره كتقوم بها المدير العام المراقبه القرى الوطني وحتى المدير العام الامن الوطني فيما يتعلق بالجريمه السيبرانيه. هناك من يشيد بالعمل الارهابي، هناك من يمجد العمل الارهابي، ولكن خاص تضافر الجهود تكون لا على المستوى الاعلامي ولا على المستوى الاسري ولا على المستوى ديال المؤسسات التعليميه. كل خاص كل واحد كل منا كل فيما يخصه وكل واحد يدلي بدنه في هذا المجال. لجنه لاحظتوا بالنسبه للمكتب المركزي للابحاث القضائيه منذ الانشاء ديالو الان راه ذكرنا كك 91 خليه. مثلا حتى عام 2015 كانت تم تفكيك 21 خليه، وفي 2016 19 خليه، وفي 2017 9 ديال الخلايا، وفي 2018 11 خليه، وفي 2019 14 خليه، وفي 2020 8 ديال الخلايا، في 2021 4 ديال الخلايا، وفي 2022 خليتين، وحاليا تم تفكيك 3 ديال الخلايا منهم الخليه اللي كانت تحت مع اسبانيا. هذا دليل على ان يعني العمل كاين دؤوب باستمرار، والاجهزه الامنيه يعني تواكب جميع التطورات في هذا الباب هذا، وكاين العنصر ديال الاستراتيجيه في ديالها مستمر بما فيها يعني الاستباقي العمل الاستباقي والعمل اللي هو كان عطى واحد النجاح كبير. وهنا ما كاين تزايد، ماشي كاينش تزايد ديال الخلايا، ما كاين استقرار وكاين يعني كنلاحظوا هبوط يعني كاين واحد ماشي كاين لو نومبر ديال علما ان المملكه المغربيه كيف قلنا راها دوما يعني مستهدفه، وداعش يجد يبحث عن موطئ اقامه لله، ولكن لن يتمكن ابدا من ذلك من تحقيق ذلك بفضل المجهودات الكبيره للاجهزه الامنيه المغربيه بشكل عام وبفضل المواطنين وبفضلكم انتم كذلك وبفضل الاستراتيجيه المتبعه. فيما يخص الدور الذي تحدثت عنه فيما يخص عن ايران، احنا المملكه المغربيه حاليا يعني راه كاين نهج ديال السياسات ديال مع الجاره الجزائر ديال السياسات اللي ممدوده معروفه وفي ظل احترام ديال هذه، وكنشوفوا على ان المنطقه ديال الساحل راه كتشكل خطر، وكنشوفوا على ان بوليزارو كتشكل خطر. كنتحدثوا من الناحيه الامنيه علما ان راه يعني الجبهه ديال الانفصاليه ديال بوليزاريو عندها يعني التقارير ولوحظ واصبح شيء معروف على ان عندها صله بحزب الله اللبناني الذي هو احد الدروع ديال ايران. وهذا يعني شيء وجب ذكره وجب الحديث عنه. كما انه في 2000 كما ان المملكه المغربيه المكتب المركزي للابحاث القضائيه في 2017 في اطار مجهودات الدوله في اطار تنسيق
مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم إيقاف أحد الممولين من الممول الكبار من حزب الحزب الله اللبناني اللي هو محمد قاسم تاج الدين اللي هو الممول ديال الحزب الله، وهذا لأن كان صادر عليه واحد مدة بحث من طرف أمر دولي إلقاء القبض من طرف السلطات الأمريكية للانتماء ديالو من أجل تمويل الإرهاب ومن أجل انتماء جماعة إرهابية.